مزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا العميد خالد المحكوم، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي. أرحب بك سيادة العميد. ألو، سيادة العميد، هل تستمع لنا بوضوح؟ نعم، أهلا بك معنا. أهلا بك. بداية، فيما يخص هذه السفينة الشحن التركية التي كانت تحمل أسلحة بميناء طرابلس وتم استهدافها من قبل الجيش الوطني الليبي، هناك البعض يشكك في أن القوات المسلحة الليبية، الجيش الوطني الليبي، هو الذي قام بعملية الاستهداف. تؤكد أم تنفي هذه الأنباء؟ نحن لم نعلن رسميا باننا استهدفنا هذه السفينه. نحن قلنا بان هناك سفينه تركيه تشتعل فيها النيران وتم استهدافها بقذيفه. هناك 3 قذائف وصلت او سقطت في المنطقه، واحده على هذه السفينه واثنان في جانبها في البحر. وهذه السفينه تحمل مدرعات حسب ما ورد الينا من معلومات، ولكن بشكل رسمي لم يصدر عنا يعني تأكيد بأن قواتها هي اللي قامت بالاستهداف حتى الآن. ولكن طبعا الجزاء من جنس العمل، تركيا تخترق وتخالف كل التفاهمات التي تمت، حتى التي وعد بها دعتوها الضباط بأنه خلال تفاهمات برلين أو ما اتفق عليه في روسيا أو أيضا ما أكد عليه مجلس الأمن، هو ماضي في مخالفته بما يتم الاتفاق عنه حتى من قبله شخصيا. وبالتالي تنظيم الإخوان الإرهابي لا زال يصر على البقاء في ليبيا مهما كان الثمن، حتى وإن كان يعني في مواجهة العالم، حيث بدأت ربما تابع الجميع قرار أوروبا الذين استشعروا بالخطر. الاتحاد الأوروبي أصبح فعلا يشعر بالخطر عندما عرف او علم ان تهديد اردوغان الذي قال فيه بانه سادة العميد الان اريد الحصول على معلومه مباشره. انت تقول لم نعلن استهداف السفينه ام تنفي من الاساس استهداف السفينه؟ احنا لم نعلن ان استهدفناها رسميا. اذا تؤكد على تمسك القوات المسلحه الليبيه، الجيش الوطني الليبي، بوقف اطلاق النار. طبعا. أشكرك شكرا جزيلا العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، كنت معي عبر الهاتف.